دكتورة نعيمة حسن القصري، ممثل منظمة الصحة العالمية لجمهورية مصر العربية ورئيسة البركة. اليوم طبعاً نحن فخورين جداً في مصر، منظمة الصحة كمان بمصر ولكن كمان بالإقليمي وكذلك كمان الرئيسي بحصول جمهورية مصر العربية كأول دولة على شهادة معيار الذهبي لمسار للقضاء على التهابات الكبدي نتيجة فيروس سي. الفخر يأتي من أن هناك عمل جد وجهود ورؤية سياسية واضحة من أعلى الدرجات من أعلى المسؤوليات في البلد، مثل كرئيس جمهورية مصر العربية رئيس الفتاح السيسي بقامته، في نفس الوقت تطبيق ميدانية كمنظمة تقولون مثل ما ذكرت، لأن التحقيق جاء على جهود عدة على الأقل أقل من عقد. مصر كانت من الدول التي لديها أعلى المعدلات في الإصابة لالتهابات الكبد الوبائي نتيجة فيروس سي إلى حاليا تقريبا واصلة إلى أقل المعدلات. المعيار الذهبي الدرجة اللي أنا عندنا المعيار الفضي، المعيار البرونزي، المعيار الذهبي ومعيار خلو، لذلك نتكلم المسار للطريق للقضاء على التهابات الكبد الوبائي نتيجة فيروس سي. الفخر يأتي أن هناك برنامج متكامل من جميع الجوانب برصد وترصد على جميع المستويات خاصة على مستوى القيادة المصرية. اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس قدم شهادة موقعة بناء على توصية من خبراء محايدين على مستوى الأقليم كلجنة أقليمية وخبراء محايدين على مستوى الدولي بشهادة مصر عملها المهني اللي عملوا في خلال السنوات الماضية من خلال حملة يعني كبيرة على مستوى العالم تاريخية حتى قصيرة، لذلك خاصة حملة 2018 حملة 100 مليون صحة، طبعا بحضور دكتور أحمد المنظري. دكتور أحمد المنظري هو مدير الأقليم منظمة الشرق المتوسط، وبحضوري وأنا شرفت أن أكون اليوم فخورة وفرحانة أن أنا شاهدت المسيرة وشاهدت المسار منذ 2010 لما كنت موجودة آنذاك أخدم بمصر، وفي نفس الوقت حاليا لما نشوف نصل إلى هذه المرحلة الجميع فرحان. وطبعا هناك دور لكثيرين بجمهورية مصر العربية لقام بالدور، وأنا أشكر زملائي وزميلاتي على مستوى المنظمة بتقديم الدعم الفني والتقني والمساندة الحقيقة، وهناك شركاء معنا مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للمعونة الدولية، كذلك شركاء آخرين ضمن المنظمة المتحدة، ونصل إلى هذه المرحلة اللي كل تشارك في إحدى الدروس المستفادة من التجربة المصرية كبيت خبرة في هذا المجال، مثلا التشارك من جميع الجهات من رئيس دولة إلى الأفراد، من رئيس دولة إلى وزارات المعنية بقيادة وزارة الصحة والسكان بدولة رئيس الوزراء، بتوفير جميع الموارد من المجتمع المدني من القطاع الخاص ومن تشاركية الشباب في الحملات التي حصلت في 2018 بقيادة معالي الوزيرة آنذاك دكتور رنا زايد، وبعدين باستمرار معالي الدكتور خالد غفار، لنصل اليوم لمرحلة ليس فقط تحقق من منظمة الصحة العالمية ولكن لمرحلة اللي هناك جهات قيادية تقول إن المنظومة متكاملة الحقن الآمن سلامة الدم مكافحة العدوى الإجراءات الجراحية الآمنة الرعاية الأساسية تقديم الخدمة على مستوى الرعاية الصحية توفير المياه الآمنة. وإذا نروح نشوف مباشرة دخلنا في 100 مليون صحة وحياة كريمة، يجب أن أذكر أن أنا شرفت بالعمل مع كذا وزير من 2010 لمصر، 2010 معالي دكتور حاتم الجبلي طلب أن احنا نقيم أول استراتيجية. آنذاك كانت الحكومة المصرية مهتمة بصحة الإنسان، مثل حالياً تركيز كان على العلاج، كل فعالية للعلاج وتغيير النقلة النوعية التي حصلت من كل فعالية للعلاج إلى اليوم كلفة ميسرة على مدى 12 أسبوع ب 60 دولار اللي كانت الكلفة آنذاك آلاف الدولارات. التقييم أدى إلى أن نضع استراتيجية، وشرفت أن أعمل مع الدكتور أشرف خاتم، دكتور عبد الحميد، دكتور فؤاد النووي كان لدور، دكتور محمد مصطفى، يعني ممكن أذكر كلهم عملوا معي بهمة أن نضع استراتيجية ثانية اللي
اللي أطلقت أثناء معالي وزير الصحة دكتور عادل عدل. أنا أذكر الأسماء أنا هاي شاهد يعني أمانة تحقيق غرض جدا مهم. ليش أذكر الأسماء وما أريد أن أنسى أن أيام وضعني الاستراتيجية الثانية فشلت من قبل دكتور معالي الدكتور عادل العدوي في 2014. احنا عملنا عليها في خلال 2012 و2013 مبنية على دراسات بخبراء مصريين بخبراء منظمة الصحة وخبراء دوليين. كانت كذلك لا انسى مفروض انسى معالي الدكتور عادل العدوي كان مساعد وزير الصحة لما وضعنا الاستراتيجية، وكان نفس الشيء دكتور نصر السيد كان مساعد الوزير آنذاك. يعني جمعنا بين العلاجي وبين، ولكن النقلة النوعية التي حصلت بتعزيز دور اللجنة القومية 2006 بقيادة الدكتور مصطفى الله يرحمه والدكتورة وحيد دوس رئاسة، ولحد الآن نعمل معاه دكتورة منال السيد دور كبير ليس فقط في بين الأطفال ولكن كذلك في التوعية المجتمعية. ولا ننسى اليوم فخامة الرئيس سمع منا من دكتورة تدرس أن بجانب توفير الدواء هناك صارت تشاور مع جهات دولية في الولايات المتحدة بتوفير الدواء التشاركية بمصر وتقليل الكلفة. منظمة الصحة كانت لها دور في 2015 مع دكتور المرحوم أحمد عماد تم إطلاق توطين الدواء دكتور شيرين حلمي. يعني في أسماء كبيرة على مستوى مصر يعني حاليا أكيد ذاكرتي المفروض تسعفني أكثر من أتذكر، بس هاي مسيرة ومسار اللي أتكلم عنها. والنقلة النوعية صارت لما صارت تشارك كلها الجهات معا في 2018 إن نغطي أكبر شريحة من النسمة بالكشف المبكر في نفس الوقت إعطاء العلاج دون التمييز وبإنصاف وبعدالة للجميع. فاليوم أنا واقفة لأن شهدت شوية عاصرت، ما بقول إن كنت جزء رئيسي لكن عاصرت إن البلد من بلداننا كأكبر دولة عربية كأكبر ثاني أكبر دولة نخدم بمنطقتنا البلد يكون لك جمهورية مصر العربية يكون لكم دور في تقليل العبء المرضي على مستوى الإقليم إلى الثلث وعلى مستوى العالمي. نصل من مرحلة من أكبر دولة لديها في أقل من 10 سنوات أعلى المعدلات إلى دولة اليوم نفتخر نعرض تجربتها على الجميع. ولا ننسى مبادرة راسية من مصر بخصوص من كشف وعلاج مليون شخص في أفريقيا المصابين بالتهابات الكبد نتيجة فيروس سي. واليوم دكتور تدرس وعد باستمرار دعم المنظمة على مستوى القطري مستوى جمهورية مصر العربية مستوى الإقليمي وفي نفس الوقت على مستوى العالمي. طبعا دكتور أحمد المنظري عزز هذا التواجد، واحنا الحمد لله مكتب الإقليمي جمهورية مصر العربية فهناك دعم كبير. ولا ننسى دور كل التقنيين الفنيين في هذا المجال المكتب الإقليمي اللي عملوا معانا ليلا نهارا علشان نحقق. وزارة الصحة وتوزيع السكان طبعا هم القيادة، نحن نساهم بجزء بسيط جدا مساهمة كمنظمة الصحة العالمية تقنيا وفنيا وبعض الأوقات لوجستيا. ولا أريد أن أنسى كذلك دور ما اللي قبل 2010 إلى 2006 مثلا معالي دكتور عواد تاج الدين معالي دكتور سلام كلهم كان لهم دور في مكونات رئيسية مثلا مكافحة العدوى إحدى البرامج الرئيسية لمصر السباقة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. مثلا مبادرة سلامة الدم الآمن إحنا اليوم في قانون صار في تحديث في الضوابط وفي مجلس أعلى للنقل الدم الآمن. هاي كلها تجارب ممكن تنقل إلى دول أخرى.